طبعا يعني لك تعقيب على كلام السفيرة نميرة نجم، وكمان يعني ما صدر منذ قليل من البيت الأبيض. شوفي يعني هي لمست ست سفيرة يعني بيت القصيد فيما يخص الـ 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 الإشكالية اللي بتواجهها عمليات منع يعني وقف الحرب ومنع اتساع رقعة الحرب اللي تصبح بدلا من ان هي تبقى حرب ما بين حماس وإسرائيل تبقى حرب إقليمية كما وصفتيها حضرتك. دي مرتبطة بالإشكالية الأمريكية، الدعم الأمريكي لإسرائيل سواء من حيث الرغبة أو الإرادة أو من حيث القدرة، وفي الحالتين في إشكالية كبيرة، سواء فيما يرتبط إن اللي احنا شايفينه وهو أقرب لي خلاف تكتيكي مش خلاف استراتيجي، لأن المقاربة الأمريكية من وجهة نظر هي المقاربة الإسرائيلية، يعني توصيف ما جرى في 7 أكتوبر بأنه أكثر تأثيرا في تداعياته من 11 سبتمبر 2001، وبالتالي مقاربة إدارة بايدن إن ما تعرضت له إسرائيل يتجاوز في تأثير وتداعياته ما تعرض له الأمريكيون في 11 سبتمبر. توصيف الولايات المتحدة لحركة حماس بأنها حركة إرهابية وليست حركة مقاومة مشروعة ضد إدارة دولة قائمة بالاحتلال. النقطة الثالثة إن في توافقات كاملة فيما يخص عدم وقف دائم لإطلاق النار، كل الحديث عن وقف مؤقت لإطلاق النار. بالمناسبة الولايات المتحدة لم تكن رافضة لعملية رفح، وإنما كان قيدها الأساسي كيف يمكن الحفاظ على المدنيين، وبالتالي هنا المخاوف اللي اقترحتها القاهرة كيف يمكن الحفاظ على حياة مدنيين في ظل دولة طول الوقت بتحاول إن هي يبقى ردودها انتقامية، تمارس الحرب على الشعب الفلسطيني وليس على العسكريين تمارس من هنا. الحرب على المناطق الآمنة. منى يعني مفيش أمنة، مفيش يعني المناطق الآمنة دي يعني تعبيرات فضفاضة ليست لديها سند واقعي في الممارسات. ما يطلق عليه مناطق آمنة هي مناطق غير الآمنة بالمرة. واللي احنا هو بنشوفها بداية من 7 يعني لما أكتوبر تيجي بالمناسبة، يعني حتى على وصولا المدارس، على للمجازر بتاعت المخيمات، يعني أنت عايز تواجه ده بيبين برضك مقاربتي ان في ارتباك لاسرائيل، هي مش قادره يعني تواجه او تقضي على فكره حماس، لان للاسف وده هيبان خلال المرحله المقبله انتاج جيل جديد من الفلسطينيين ايا كان بقى تفسيرك توصيفك ليهم المتشددين المناوئين لسياسات اسرائيل، اللي هو هيحاول طول الوقت يتبنى أجندة حماس، أجندة المقاومة المشروعة في مواجهة الاحتلال. وبالتالي العامل الأمريكي هو أنا أعتقد هو مش أعتقد يعني واثق إن هو شريك أساسي في تلك الحرب، سواء من حيث عدم قدرتها على فرض رؤاها أو تصوراتها في مواجهة إسرائيل، أو حتى الدفاع عن إسرائيل في كل المؤسسات والمنظمات الدولية، وده اللي بيكشفه الحالة العزلة اللي بقت فيها إسرائيل والولايات المتحدة من جانب والعالم من جانب آخر، بدليل إن بعض الدول الغربية يعني حتى بريطانيا اللي كانت طوال الوقت تقف خلف الولايات المتحدة في كثير من مواقفها.